في شأن آخر، أكد محافظ بابل حسن منديل انتهاء التحضيرات الخاصة بمهرجان بابل الدولي. منديل قال إن المهرجان سيسلط الضوء على عمق الحضارة البابلية ويوجه رسالة إلى العالم بأن العراق لا زال ينبض بالفن رغم المحن، مضيفا أن يوم الخميس المقبل هو موعد انطلاق المهرجان على مدرجات مدينة بابل الأثرية بمشاركة نجوم عرب وعراقيين مغتربين وفرق موسيقية غربية، إلى جانب فعاليات عرض الأزياء، فضلا عن فعاليات ثقافية وأدبية وفنية أخرى. 48 ساعة تفصلنا عن انطلاق فعاليات مهرجان بابل الدولي الذي غاب عن الساحة الثقافية العراقية نحو أكثر من 20 عاما، وبحضور دولي وعربي ومحلي واسع وكبير، وبرفقة العديد من الفرق الشعبية والثقافية وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قيادة عمليات المحافظة. زيد الشهيب معه التفاصيل. يومين فقط هي المدة التي تفصلنا عن حدث دولي كبير في محافظة بابل، مهرجان بابل الدولي الذي سيحضره فنانين وموسيقيين من مختلف بلدان العالم. حضور كبير واستعدادات أكبر لاستقبال هذا المهرجان الذي سيكون ظاهرا لحضارة بابل وتاريخها. تستعد محافظة بابل لإقامة مهرجان بابل الدولي بعد انقطاع دام لمدة تقريبا 20 عام. المهرجان بمشاركة فرق أجنبية بالإضافة إلى الفرق العراقية والممثلين والفنانين العراقيين، مثل ما تشاهدون الآن تمرينات على أوبريت الافتتاح وأوبريت مرايا الشمس من تأليف الفنان العراقي سعد هدابي، كاتب ومؤلف سعد هدابي، ومن إخراج الفنان البابلي العراقي بهاء العلقاوي، بمشاركة ممثلين كبار من نجوم الفن العراقي: سامي قفطان، آسيا كمال، كاظم القريشي، ناس طالب، محسن جيلاوي، فناني محافظة بابل. حضور أمني وصحي سيشهده المهرجان، وذلك لتأمين مداخل المحافظة ومخارجها، إضافة إلى الاهتمام بالوقاية الصحية نظرا للأعداد الكبيرة المتوقع وصولها إلى المسرح البابلي. يقام المهرجان بمشاركة أكثر من 58 دولة عربية وأجنبية بمختلف النشاطات ومختلف الفعاليات الشعرية، الأدبية، النثرية، التشكيلية، الرياضية، فعاليات أخرى كثيرة، الاجتماعية، العلمية، إضافة إلى أن هنالك جملة من القضايا الخدمية التي قدمت لهذه المنطقة الأثرية تتمثل ببعض المشاريع المهمة والحيوية مثل تأهيل مسرح البابلي واللي تطلبها متطلبات منظمة اليونسكو العالمية من أجل إكمال إعادة بابل إلى لائحة التراث العالمي. يعني تعرفون المسرح البابلي مكان مفتوح، أقل الأماكن تعرض للإصابة، مع ذلك حافظنا ووضعنا خطة لأخذ بعين الاعتبار موضوع التباعد الاجتماعي. اشتركت جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية خلال هذه الخطة حقيقة من الطريق المؤديات من بغداد باتجاه بابل، الطريق الدولي والطريق القديم أيضا. حقيقة راح يكون هناك، يعني أكدنا على موضوع أنه عدم عسكرة المدينة الأثرية. الخطة عديناها والمهرجان راح يكون بصورة يسيرة و فعاليات يعني تقام بصورة سهلة إن شاء الله، والأخوة المواطنين والزائرين الكرام راح يتواجدون في المدينة الأثرية وأيضا في المنتجع. حقيقة أنه هناك راح تنفتح آفاق جديدة إن شاء الله للاقتصاد المحافظة وأيضا اقتصاد البلد ككل. وجنابك علم أنه العراق هو عنوان بابل من الحضارة العريقة والتراث العميق، فإن شاء الله راح يكون مهرجان جيد ومهرجان فيه عدة فعاليات، وإحنا نطمئن أن في كل يعني المحافظة وأيضا في بلدنا العزيز وحتى الزائرين الكرام من خارج البلد أن هناك أمن وأمان إن شاء الله في المحافظة، وبالتالي هو راح ينعكس بصورة يعني جيدة من ناحية الاقتصادية للبلد ككل إن شاء الله. بعد غيابه لسنين طويلة، مهرجان بابل الدولي يعود من جديد بحضور فنانين وموسيقيين
من مختلف البلدان العربية. زيد الشهيبة، رابعة بابل.